اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في أحد المساجد فقالوا لي إن في إنسان، في أخ مسلم عمل عملية أو أصيب في حادث بالتحديد، تعال نروح نزوره. رحنا زرناه لقينا جسمه تقريبا كله في الجبس. سألته فقلت له شفاك الله عافاك مالك فيه؟ قال لي والله يا شيخ أنا السبب في اللي حصل لي دلوقتي. قلت له مش فاهم، يعني أنت السبب في اللي حصل لك دلوقتي؟ اشرح لي. قال لي والله يا شيخ أنا متجوز وعندي الزوجة وعندي العربية وما عنديش أي مشكلة، لكن في الشغل عندي أغرونا بالقروض. قلت له قالوا ناخد قرض بضمان المرتب ويخصموا المرتب، كلام فاضي. قلت له بعدين عملت ايه؟ قال لي قرض في قرض في قرض، ما حسيتش باللي حصل، كل شويه باخد قروض يعني بيتخصم جزء من المرتب بسيط. قلت ما فيش مشكله، لحد ما في اليوم ده حصل اللي حصل. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي والله يا شيخ كنت ماشي بالعربيه في شارع الهرم والشارع فاضي ما فيهوش اي مشكله. قلت له بعدين؟ قال لي فجاه لقيت العربيه داخله شمال لوحدها وطلعت عدت المجرى ودخلت في عمود لوحدها، مش انا اللي رحت بيها. قلت له بعدين؟ قال لي لما فقت من الغيبوبه ولقيت جسمي كله متكسر وعملوا له العمليات اللي عملوها، عرفت ان ربنا اراد ان هو يفوقني. قلت له ليه؟ قال لي عرفت ان كنت بعمله غلط. قلت له عرفت ان انت كنت واقع في الربا؟ فسكت كده وقال لي ايوه عرفت ان انا كنت واقع في الربا. قال الله عز وجل فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ده الربا. قال عبد الله بن عباس يؤتى المرابي يوم القيامه سيفا ويقال لا خذ حارب ربك. مين يقدر يحارب ربه؟ مين اللي يقدر يحارب ربه؟ المولى عز وجل لم يقل للقاتل ولا للزاني ولا للسارق ولا أكل أموال اليتامى حتى أنا هحاربك، لكن للمرابي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أنت لسه بتتألف في الربا بحجة إنها فوائد؟ اصحى وفوق قبل ما تقع في نفس الوقعة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه كما في حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه وقال هم في الاسم سواء. مستني ايه؟ مدفوع بقى. مستني لما يحصلك زي ما حصل لصاحبنا ده وتلاقي نفسك متكسر وفي اوضه عمليات وفي مستشفى او تلاقي نفسك ميت وانت واقع في الكبيره دي، لو ما لحقتش تفوق دلوقتي هتفوق امتى؟ ما تخليش حد يخدعك باسم القرض وليه فوائد مركبه اسمها ربا يا اخي. اسال الله عز وجل ان يطهر قلبي وقلبك من الدنس وان يحفظكم من كل شر وسوء. اوعى توقف الحلقه دي عندك وانشرها لكل احبابك على كل الجروبات، مش عايزين حد يقع في الكارثه دي في التيسيرات اللي بيسيلوها للناس دي ويخدعوهم بحجه انها قروض وفوائدها بحجة المرتب والكلام ده وهو يقع في الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أحباب. دينار الربا ب36 زنية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي يقدر على ده؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه ويرعاكم برعايته. بحبكم في الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.